وثمنه. بالنسبة للفريقين فالحذر واضح، فريق الأرسنال اللي الحقيقة أحرز اللقب 7 مرات، كان آخرها 98، وأيضا كانت آنذاك الثنائية، وكذلك للأرسنال اللي سبقه أن خاض وصل للمباراة النهائية لهذه المسابقة 14 مرة، ليفربول 12 مرة، وهذه كرة مرة ثانية لتصل عند أشلي كول، متابعة مرة أخرى سريعة الآن لهيسكي، لكن تدخل باتريك فييرا يلعب دور ممتاز، ما فيش تسلل، هنري في المرمى، جول 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 جول، الله يا هنري، الله 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 يا هنري، والله كورة ربما تندم عليها. شوف شوف الكرة الحلوة اللي مررها بيريز، ما فيهاش تسلل ابدا، واللي لعبها هنري واللي طالب هناك لمسة يد، يعني هنري شوف 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 فيها، والله فيها والله فيها على انشوس اللي وضحت لنا الإعادة، يده منعت تماما هدف لي هنري في هذه الكرة. عموما كرة هدف ضاعت من هنري في أول وأخطر كرة في هذه المباراة بعد 17 دقيقة للأرسنال، وكانت ركلة جزاء بالطبع فيها لمسة يد، وأيضا في هذه الحالة فيها طرد، وبالطبع ربما الحكم يقول لا ليست متعمدة، ولكن كل هذا وأكثر بطبيعة الحال سترونها بشكل أكثر توضيحا مع التميز مع الكابتن ناجي الجويني مع صفرة الحكم برفقة الكابتن أشرف شاكر. ترجع الكرة مرة ثانية الآن وتعود مرة أخرى من هناك لتصل الآن عند أيضا فلاديمير سميتسر، فلاديمير سميتسر، وكرة فلاديمير سميتسر، والتحول مرة ثانية خطرة، ولكن تصطدم الكرة مرة أخرى وتماس روبرت بيريز، ويعود الكرة مرة ثانية سريعة لليفربول، وتصل الكرة عند مايكل أوين اللي ينقلها سريعة، ومتابعة من هناك فلاديمير سميتسر، فلاديمير سميتسر يحول الكرة، لكن التغطية مرة ثانية، التغطية لمارتن كيون، وترجع الكرة لنيونبرغ اللي يلعب الكرة لهنري، هنري 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 هنري، الله 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 الله، يا 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 هنري يا هنري، اليوم انت فعلا الكرة مش ماشية، الكرة شباك لا تريدك يا هنري، الشباك لا تريدك، من خلال كور غريبة أضاعت من لاعب صعب أن يضيعها مثل هنري، وتعود الكرة مرة ثانية تعود الآن لبابل اللي يلعب الكرة الآن لداني مارفي، داني مارفي، فرص بالجملة أضاعها الأرسنال، فرص بالجملة، وكان الحقيقة كفيل على قلب إحراز هدفين آخرين. جيرارد جيرارد يتابع مرة ثانية الآن جاري ماكاليستير اللي يلعبها سريعة باتجاه أوين، والتغطية لمارتن كيون وخطأ لمارتن كيون، هذا هو تيري هنري، تيري هنري تعجب بفرص أضاعت من كيرين، شوف شوف اليوم بيرك لعبها لها بيانية بشكل حلو، مراوغة حلوة، يعني كيف راوغ فيها إنشوز، لعب الكرة ضعيفة، ضاعت هذه الكرة تماما من تيري هنري أرسن فيغنر، هدف كان يريح أرسن فيغنر، هدف كان يريح للأرسن، هذا هو تيري هنري، أضاعت 3 كور أكيدة. استبدال الآن، تغيير، ويل تورت سيخرج، ويل تورت سيخرج ويدخل مكانه راي بالا، إذن ويل تورت يغادر، بالور يدخل، اللاعب الإنجليزي بالور مكان الفرنسي ويل تورت، راي بالور واللي أيضا كان من أحد أبطال كأس الاتحاد الإنجليزي في عامي 93-98 مع الأرسنال. بالنسبة